رايكم في القعده الجميله دي بقى؟ قام قاعده بصوا في البلكونه، قاعده في البلكونه متعشى عشاء جميل ان شاء الله. تعالوا تعشوا معانا حبايب قلبي. المفروض ان هي مش عارفه هتتعشى ايه، انا عامله لها مفاجاه. يعني عامله لها مفاجاه والله، مش عارفه انا وجوزها مش عارفين نتعشى ايه. اه والله عامله لنا مفاجاه. وتعالوا تعشوا معانا حبايب قلبي، وحشنا كتير خارج البلاد وداخل البلاد وكلكم يا حبايب، وربنا ما يجيبش لحد حاجه وحشه يا رب، ويبارك فيكم. اللهم امين. خليكم يا احلى عيله جميله. اللهم امين. واحلى ناس جميله، ودعمكم الجميل، وربنا يخلي كل اللي بيدعمنا ويبارك فيه يا رب، وما تحرمش منكم يا حبايب قلبي يا حبايب. ودايما كده في الخير. اجيب لك العشاء بقى واوريه لهم. ماشي. حبايب قلبي الجمال، بصوا بقى ايه رايكم؟ بصوا البطيخ وجمال البطيخ وحلاوته، ولا الجبنه الحلوه الجميله المقطقطه بالطحينه، ده جبنه مش وبالطماطم، ولا العسل الابيض بالمكسرات، ايه رايكم؟ جميل جدا وحلو قوي قوي قوي. وهنا دي المرطه البذر دي الفلاحي، وادي الخيار والقوطه والفلفل، انت برضو نعمل لهم حاجه حلوه. ومعانا هنا القشطه، دي القشطه اللي انا بحوشها من اللبن، وده العسل الاسمر، ودي البطاطس الشيبسي اللي بيحبها سي حسن. وهنا معانا الفطير المشلتت اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بصوا حلو وجميل ومورق ازاي. ده بقى له كنت شايلاه في الفريزر، طلعته سخنته، حطيت عليه حته سمنه بسيطه قوي، وبصوا الجمال. ايه رايكم في العشاء بتاعنا النهارده؟ والله هم ما يعرفوا هيتعشوا ايه، انا قلت لهم هعمل لكم عشاء حلو وهعمل لكم حاجه كده حلوه وجميله. ايه رايكم في عشايا؟ لسه كمان بسلق بيض هوريه لكم. ادي البيض اهو بيستوي بس، واحطه بقى معاهم وهوريكم بقى كل حاجه ان شاء الله. يا رب بقى العشاء يعجبكم، والقعده الحلوه الجميله اللي انا مقعدها لهم تعجبكم ان شاء الله باذن الله. بس ايه رايكم؟ فنانه صح؟ مش محتاجه ان انتوا تدوني لايك كده وكومنت حلو كده وتشتركوا معايا في القناه. ايه رايكم في الجمال والحلويات دي؟ تعالوا كلوا معانا يلا حبايبي، حط بقى الاكل قدامهم واوريهم لكم. ايه رايكم؟ بصوا الجمال والحلاوه والحلويات، ايه رايك يا امي؟ جميل، تسلم ايديك. ايه رايك يا بريس؟ سود بس انت طالع سود. وعسل اسمر، ودي مرتة، ودوت عسل بالمكسرات، وديت بيض مسلوق، وديت بالدقه بتاعتك. اه بالدقه بتاعتي اللي انا عاملاها، ودوت مش اللي احنا عاملينه برده في البيت، بالطحينه بالقوطه بالفلفل الالوان، وده الفطير ودوت الفطير المشلتت اللي احنا عاملينه وشايلينه، ودي البطاطس الشيبسي، ودوت فيه خيار وفلفل الوان، وده بطيخ. وتعالوا كلوا معانا يا حبايب قلبي. ولسه بعمل لكم قهوه باللبن بقى، ولا اعمل لكم ايه؟ عايزين ايه تاني؟ قولي بقى عايزه ايه. هو مش عايز يتكلم. تعالوا يا حبايبي، مش عايز تقول حاجه سيادتك؟ انا عايز اكل. حاضر. عايز ياكل. هو عايز ياكل، لسه جاي من الشغل يعني. اه تعالوا انتوا اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، وكله فضل خيركم، وربنا يخليكم لينا يا رب، وبالف انا وصفه لينا وليكم، واللي جعان يجي ياكل معانا. يلا يلا السلام عليكم. يلا ان شاء الله نشوفكم بقى في فيديو جديد. احنا قلنا نعمل فيديو قصير كده واحنا بناكل، عشا خفيف كده جميل. اه عشا حلو وجميل. ايديك باينه، ايديك باينه، ايديك باينه. السلام عليكم. وعشان جاي من الشغل بقى، يلا نشوفكم على خير يا حبايبي. يلا كل سنه وانت طيب. ربنا يطمنا عليكم يا رب. ماشي يلا، نشوفكم على خير يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايز تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ أنا عايز آكل. ماشي، طب نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعايز آكل.